مفيش شك ان المناسبات ما بين الزوجين كتيره، سواء بقى المناسبات المتعلقه او اللي بدات مع بدايه علاقتهم ببعض، سواء بقى خطوبه، كتب كتاب، جواز، او المناسبات بشكل عام اللي الناس كلها بتحتفل بيها، راس السنه والاعياد بتاعتنا، ده شم النسيم، ده مش عارف ايه. فالمناسبات كترت يعني احنا خلال الفتره اللي فاتت دي اكتشفنا ان الستات بتحب تركز او بتخترع مناسبات ما كانتش موجوده، وتبتدي تلوم جوزها، انت ليه ما احتفلتش بيه، انت ليه ما افتكرتش. فلو جوزك نسي مناسبه مهمه ليكي هتعملي ايه؟ ده بالمناسبه سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا، هتعملي ايه؟ الستات بتخترع مناسبات زي ايه؟ اديني حاجه اخترعناها. اديكي حاجه اخترعتي. واحد صاحبي، يعني صديقي من اللي هم الكويسين دول، يعني مراته بتلوم عليه ان هم مثلا كتبوا كتابهم يوم واحد في الشهر، فكانت مستنيه منه اول كل شهر انه يقول لها كل سنه وانت طيبه. قلت له على كده بقى، ده يوم سبت مثلا، في كل سبت هنقول كل سنه وانت طيبه، على كده ان احنا كل يعني، ده مش اسلوب يعني. حقيقي عرفتي بقى انهم بتخترعوا ولا بتخترعوش؟ يعني ما تعممش يعني. هقول لك على حاجه، يعني انا من الناس اللي ممكن ازعل لو عيد ميلادي جوزي نسيه، لكن مش هزعل مثلا لو نسي يجيب لي هديه في عيد الام، لا انا مش ام الحب قصدي. بيألفوا والله، عندهم القدره على التأليف. لكن خليني اقول ان في حاجه بتقول ايه، هابي وايف هابي لايف. يعني ايه؟ يعني عشان لو مراتك مبسوطه وسعيده حياتك هتبقى زي الفل ومبسوط وهتبقى سعيد في حياتك. خلينا نقول انه في حاجات كتيره جدا ممكن نعبر بيها عن حبنا للطرف الثاني. يعني في ممكن زي ما انت بتقول، يمكن الستات بتحب، مش هقول تخترع، لكن بتحب، احنا بنحب نكون حاسين ان احنا حد بيقدرنا، حد بيقدر المجهود اللي احنا بنعمله، وبالذات بجد انه في ستات كتيره قوي ربنا يكون في عونهم، يعني بيشتغلوا بياخدوا بالهم من البيت وبياخدوا بالهم من الولاد والمذاكره والتمارين. فيعني فيش مانع انه يبقى في كده في عيد الحب اللي جاي ده ورده، برواز فيه صوركم مع بعض، اشتراك لأي منصة هي بتحبها، الحاجات الحلوة دي اللي أكيد هتفرحها، بالتالي ده هينعكس على حضرتك. خليني أقول إن الزوج دايماً هو رب الأسرة، فبالتالي هو اللي في إيده المفتاح، أنا بشوف كده. والست كمان، يعني أكيد أنا ما بحملش الراجل كل المسؤولية. كل ده ما حملتوش المسؤولية. يعني خلينا نقول انه في حاجات كتيره جدا بتبقى عامل مهم لانجاح العلاقه الزوجيه، اللي هي في الحقيقه محتاجه كل يوم مجهود. يعني هي زيها زي الشغل، زيها زي الرياضه، زيها زي كل حاجه محتاجه منك انك تديها مجهود. نفس الفكره، الحاجات الصغيره هتبقى بتفرق معانا، انك ما تبقاش مركز في كل تفصيله كده بتزعل، هيبقى ده على فكره نوع من انواع التقدير. انك مثلا ما تقفش على الواحده، التقدير المعنوي، وما فيش مانع لو في تقدير مادي. يعني لو وردة في عيد الحب اللي جاي ده فرصة حلوة ان حضرتك تعبر بيها عن تقديرك لمراتك وحبك لمراتك، ونفس الفكرة حضرتك كمان ما فيش مانع انك تعملي كده. يعني تغير روتين الحياة كل شوية ما بينكم، حتى لو هتعملوا عشاء في البيت ليكوا انتوا الاثنين تقعدوا تاكلوا وتتكلموا، والحاجات الحلوة اللي احنا يعني كنا بنشوفها في افلام زمان، لكن للأسف مع الحياة والسرعة بتاعت الريتم الحياة اللي احنا عايشينه دلوقتي مخلينا ننسى بعض ونهمل بعض. مهم ان احنا نرجع تاني علاقتنا تكون ببعض كده، فيها نوع من انواع انت باصص لي ومش عاجبك الكلام. لا انا مستني تخلصي اللي عندك كله، عندي كتير. يعني انا بشوف كده، انا عن نفسي العيد الحب جاي ودي مناسبة حلوة نعبر فيها عن حبنا لبعض، حتى لو على فكرة يعني لو بحاجات بسيطه زي ما قلنا، لو ورده من الجنينه والله العظيم هتنبسط. يعني اسمعوا مني وحضرتك كمان، يا مش بس على الزوج. طيب انت بقى لو مراتك نسيت مناسبه مهمه ليك، هي ايه مناسبه مهمه ليك مبدئيا؟ عادي جدا، احنا كرجاله ما بيفرقش، ما بنقفش عند محطات، ما بنقفش عند الحاجات دي خالص على فكره. يعني لو الموقف بالعكس وكان عيد ميلادي وهي نسيته، عادي جدا. عيد ميلادك مش ده يعني يعني هي لو جابت لي هديه غاليه انا يعني هبتدي افكر يعني. لا في عادي، يعني احنا بالنسبه لنا عادي جدا والله، عادي جدا لو نسيت عيد ميلادي، لو نسيت عيد جوازنا، لو نسيت اي حاجه عادي. انما احنا لو نسينا مش بعيد تروح تعمل محضر مثلا في الاسم لان نسيت مثلا مناسبه خاصه. لا بيعملوا فعلا حاجات صعبه قوي. انا قريت في مجله هي، وطبعا من اسمها واضحه اهو هي، فاكيد مجله بتوعنا بالمراه، فاكيد اللي بيكتبوا فيها ستات، بيحملوا الراجل المسؤوليه الكامله عن اي مناسبه تكون خاصه بالزوجين هو ما يفتكرهاش. طب السؤال، ليه هي ما تفكروش؟ يعني ليه الموضوع محتاج حكمه ومحتاج عقل بالمناسبه في التعامل. يعني هو لو قلنا، وده غالبيه الرجاله كده والله، بيبقوا مشغولين فعلا بشغلهم وبحياتهم وعارفين طبعا كلنا عيال ضغوطات وكده يعني، فليه هي ما تفكروش؟
ليه هي لو حست ان هو حياته على فكره يعني انا ممكن افكره مثلا بعيد ميلادي ده انا مش عارفه هعمل ايه في عيد ميلادي الشهر الجاي، لكن افكره ليه بعيد جوازنا؟ ما هو زي ما انا فاكراه هو المفروض يفتكره. معلش ما هو انت فكرتي، هو مش انت فكرتيه؟ بسالك سؤال، ايه اللي هيحصل لو هي فكرته قبلها بكام يوم بصنعه لطافه بطريق غير مباشر؟ مش أيوة طريق مباشر فيها لو إيه؟ لو مثلا بعتت له عن طريق حد من الاولاد وقالت له يفكره، بابا صحيح انت كنت متجوز امتى مش عارف ايه، فالراجل افتكر. ليه نستنى لحد اخر وقت والراجل نسي ونفتح بقى مندابه زي ما بنقول؟ عارف دايما ازاي تنسى؟ لو الولاد راحوا سالوا الراجل مثلا بابا احنا اتجوز انت اتجوزت امتى، ماما يقول له ايه فكرنيش باليوم. لا تبقى بهزار على فكره، لكن لا ما انا بشوف انه لو عيد جواز لا مش المفروض ان يعني هي بصراحه بتبقى اسهل يعني تسهل الدنيا على ان سهل الدنيا على بعض، لكن في الاول وفي الاخر لو دي مناسبه في الحياه بتاعت الست مهمه قوي 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 كده، هي بتبقى متوقعه من الراجل نفس الحاجه يعني انا جزء من حياته. ما هي الأهمية زي الشغل زي الصحاب زي ما هي الاهميه دي احنا اللي بنحطها يا جماعه، ما هي الاهميه دي انا اللي بحطها يعني انا ممكن اقول مثلا ان عيد ميلادي ده اهم حاجه عندي في الدنيا كلها، وهي لو نسيته اقوم بقى اعمل عليه برضو؟ ما هي برضو الموضوع مساله نسبيه. المهم في النهايه ده اللي عايز اقوله لحضراتكم، ان هي مهم جدا ان احنا نحتفل بالمناسبات دي، حاجه مهمه جدا ان احنا نعمل مناسبات بتخفف من ضغوطات الحياه، بتخفف من لو كان في مشاكل بين الزوجين، بتدينا فرصه، بتدينا هدنه كده من صراعات الحياه، نعمل بيها ذكريات كويسه نفتكرها بعدين. فهي في حد ذاتها مهم وضروريه على فكره لتجديد النشاط وتجديد الحياه، لكن لو طرف من الطرفين نسي هذه المناسبة، هل المفروض نعمل عليها مشكلة؟ ده السؤال اللي احنا مستنيين إجابته من حضراتكم. طبعا بسنت كده هتعمل مشكلة يعني، فربنا معاها بتاعت مشاكل. على كل حال ده سؤالنا اللي مستنيين إجابات حضراتكم عليه، لو جوزك نسي مناسبة مهمة ليكي هتعملي إيه؟ والأزواج كمان يقولوا لنا كده مواقف ونستعرضها مع بعض خلال الحلقة. أنا بقول لك أهو لو في زوج طلع قال إن هو هيتضايق والتعليقات احنا نستناها دلوقتي نشوف. قولوا لنا لو هتتضايقوا فعلا يا ريت تقولوا لنا. النبي لو هتتضايقوا ما تكتبوش. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.